بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير. طبعا الحين بنكمل لاتينيان أبريفيشن إن فارماسي، اختصارات اللاتينية في الصيدلة. نفس ما قبل كنا ندرس عن الاختصارات اللاتينية في الطب، مصطلحات طبية ترى هي كانت، هذيك مصطلحات طبية، هذيك كانت لاتينية. حتى في الصيدلة لها مصطلحات وهي لاتينية. أبريفيشن إن هيلث كير، أبريفيشن إن هيلث كير يعني الاختصارات في الرعاية الصحية. هني عنا شو abbreviation؟ شو يعني abbreviation؟ abbreviation يعني اختصار. نفس لما أنا أقولكم مثلاً كلمة، مثلاً خلنا نقول global village، شو نحنا نكتبها؟ GV صح؟ هو ما يخص يعني أصلاً، بس أنا قاعدة أحاول إني أقرب لكم المعنى. مثلاً لما أقول حق سالفة، مثلاً واحد كان قاعد وما أدري شو حاط تليفونه وكذا وكذا، أقول لك اختصر السالفة، تقولي رسب في الامتحان لأنه غش، خلاص بس فهمتوا علي، بدل ما تقولوا لي السالفة كلها. المهم سكب بعيد الشان، إن شاء الله ما حد يرسب. abbreviation is a shortness a shortened from أو from of أو a shortened form، يعني أوكي هي مختصر وقصير من كلمة or name أو من اسم. that it's used instead in full word or name، يستعملها بدلا من شو اسم أو كلمة كاملة يعني، أوكي يحطون حرف حرفين. abbreviation commonly used in healthcare، يستعملون هاد وايد، الاختصارات وايد نستعملها في الطاقم الطبي أو أنتوا عارفين. healthcare professional mostly use them in written form. دائما نحن نستخدم الاختصارات في الكتابة. okay for example when doctor write a prescription for a patient، when a healthcare professional write on medical patient medical record، يعني لما مثلا دكتور، مثلا احنا نستعمل abbreviation، يلا حطوا خط. when a doctor write a prescription for patient، okay when healthcare professional written in a patient medical record. abbreviation may also used when healthcare professionals are communicating between each other regarding to patient diagnosis or treatment. حتى هني عندنا شو الابريفيشن، نستعملها متى؟ لوين are communicated between each other regarding to patient diagnosis or treatment. اوكي لما الهيلث كير بروفيشنال، هاي كلها مهمه تمام، لازم تعرفون متى احنا نستعمل الاختصارات، وسبق وانتم اصلا عندكم فكره عن هالموضوع. importance of interpreting abbreviation correctly، شو اهميه تفسير الاختصارات بشكل صحيح. interpreting abbreviation correctly is very important for all healthcare professional، ان انت تفسر الاختصار بشكل صحيح امر وايد مهم للغايه انزين حق المختصين including pharmacist، يتضمن شو الصيدلانية، خاصة الصيدلانية يعني اللي في الصيدلة، عرفتوا. a correct interpretation انزين can guarantee that patients are safe، يعني لما انت تي تفسر التفسير الصحيح يضمن سلامة المرضى. not interpreting abbreviation correctly can be very dangerous، ممكن يكون خطير for patient as could lead to medication error. اوكي يلا رقم واحد، اذا انتو not if not يلا شوفوا not interpreting abbreviation correctly be very dangerous for patient can lead to شو لشو يؤدي، اذا احنا ما حللنا الاختصارات بشكل صحيح medication error understanding or underdosing or overdose. يعني على سبيل المثال اذا نحن حللنا الاختصارات فهمناها بشكل غلط، ممكن تؤدي اني انا اعطي جرعه ناقصه يا جرعه زائده. اوكي underdosing شو معنى underdosing؟ under يعني تحت، يعني under يعني تحت المطلوب، تحت الجرعه. over يعني فوقها، يعني اكثر من المطلوب. underdosing when the patient take less than the medication recommended and prescribed. underdosing يعني اني قاعدة اخذ جرعة تحت المطلوبة، فهمتوا علي؟ يعني underdosing take less of medication that prescribed. اوكي underdosing يعني تحت المطلوب، تحت يعني تحت المطلوب، يعني take less يعني اخذ اقل من الدواء، اقل من الدواء اللي prescribed or recommended، الدواء اللي نصحني في الطبيب او وصف لي. overdose لما ال patient take more than normal or recommended amount of medication، لما الشخص ياخذ شو overdose، يعني لما ال patient ياخذ اكثر من النورمال، اكثر من الطبيعي or recommended amount of medication، يعني لما ال patient خلاص ياخذ جرعة more than normal، اوكي اكثر من الطبيعي فوق تمام.
So the keywords underdose يعني شو take less medication. أما the overdose more than normal. خلاص. Overdose is very toxic for patient and it can even lead to death. لما الشخص ياخذ جرعة أكثر من يعني أقل من المطلوب، أوكي هو مطلوب بس أنت ما أخذت الكمية، أوكي هذا ممكن ما يضرك بس ما بيعطيك المفعول اللي أنت تبيه. بس لما يكون overdose يعني وايد وايد ممكن يكون toxic سام ويؤدي إلى الوفاة. انزين نكمل. عندي هني Latinian abbreviation in pharmacy، يعني اختصارات في الصيدلة. Common abbreviation is used in healthcare، يعني الاختصارات اللي وايد نستعملها وهاي أكيد أنتو كلكم عارفينها. كيلوغرام، كيلوغرام الكي جي اختصارها كيلو، اختصار للكيلوغرام. الجي اختصار جرام، هاي دارسينها. ام جي ملي جرام، ام سي جي مايكرو جرام، مليمتر ام ال مليمتر، تي سبون تي اس بي معناها تي سبون يعني ملعقة شاي، يعني ملعقة كبيرة عرفتوا، يعني 5 ملي. هذه وايد تحفظ، هاي مهم تحفظونها، ممكن تيكم في الامتحان لأنها جديدة عليكم. اوكي هذه بعد فوق. يلا اي ام انترا ماسيولر يعني شو داخل العضل. اي ام اي انترا ام ماسل سهلة انترا ماسل. اي في انترا الاي للانترا، الفي للفينوس. باي اورال قلنا الاورال، اورال او او يعني شو باي ماوث. السي سب كوتونيوس، اس سب كوتونيوس. اس ال سب لينجوال لا لسان صح. توب توبيك يعني فوق. هاي سهله جايز، يعني ابريفيشن وايد سهله. زين او انا اشوفها سهله لانها هكذا، بس تعال بقول لكم سابكوتينيوس وساب لينجوال كنت وايد ألخبط فيهم، وقلت لكم أنا شلون تحفظونها. سابكوتينيوس سابكا فيها سي يعني سي، سي من كات. سابكوتينيوس هاي حتى كلمة كات مكتوبة، كات يعني تكسير، يعني أنا أخذها عشان شو أكسر الدهون اللي موجودة في الجسم. ساب لينجوال لا لا لينجوال يعني شو لسان. أوكي أوكي هني هاي معروفة دكتور. إكس آر اختصار للإكس راي يعني أشعة. دي إكس يعني diagnosis تشخيص. SX يعني symptoms أعراض. TX treatment يعني treatment. FBC full blood count. FBC يعني شو يعني تعداد الدم الكامل يعني full blood count. BP يعني blood pressure. تمام انتبه مو يجيكم هني اس تروحون تحطون مثلا ساين، انتبهوا. هاي كلها حفظ، تدرون كيف تحفظونها؟ علقوا الجدول على الدار وانتوا رايحين ومارين شوفوها وبتدي بتحفظونها. اللاتينيان ابريفيشن انفارمسي، انفارمسي ابريفيشن موستلي يوز ان بريسكريبشن. اوكي على الاغلب في الفارماسي يستعملونها وين؟ في الوصفه الطبيه يعني معروفه، اللي هي الوصفه الورقه اللي يكتبون فيها الادويه. This abbreviation are usually shortening of word or sentence which are originally written in Latin language. يعني هاي الابريفيشن هاي الاختصار، اختصار لكلمه او لجمله هي بالعاده تنكتب اصلا بشكل عام، تنكتب شو written in Latin language. Latinian abbreviation are common on drug. هاي وايد مهمة ها. Further information are common in drug prescription as Latinian language was the first language used in research experiment and academic routine by healthcare professional. شو معنات هالكلام؟ يقول لي ان اللغة اختصارات اللاتينية شائعة في وصفات الأدوية. كانت اللغة اللاتينية هي المستخدمة الأولى في الأبحاث والتجارب والكتاب والأكاديميات. كيف بي السؤال ان شو يعني بأي لغة لاتيني عرفتوا؟ لاتين ابريفيشن على طول. هاي وايد مهم. الكومن لاتين ابريفيشن يوز ان بريسكريبشن اللي يستعملوها في الوصفات، هذه وايد مهم وراح تيكم في الامتحان من هنا اتوقع. وايد وايد مهم واللي فوق تحفظونه. اول شيء عندنا شو الابريفيشن الاختصار ار اكس باللاتيني معناها بريسكريبت، بالمعنى بالانجليزي بريسكريبشن. ار اكس معناها شو يعني الوصفة. هاي شو
AC Anticipium يعني before meal، يعني AC يعني هذا الدواء ينأخذ قبل الأكل. كيف أنا كنت أحفظه؟ يعني كيف كنت ألخبط بين الأفتر والبيفور الميل، عرفتوا؟ أنا كيف كنت أحفظه؟ AC يعني Anticipium يعني شو before meal، AC يعني at morning يعني في الصبح أول شيء أسوي قبل الأكل، عرفتوا؟ البي سي post cibium يعني after meal. post cibium يعني شو؟ post بي سي أصلا post بالإنجليزي معناه شو؟ إنه بعد، عرفتوا؟ يعني after meal. الإتش إس horasimium يعني شو؟ horasomni يعني at bedtime. إتش إس يعني كيف كنت أحفظها؟ الأور سليب يعني ساعة نوم، عرفتوا؟ هذه آي يعني من عندي، هذه هورستومي يعني أثبتها وقت النوم. بي آر إن برورينيت يعني as needed، أوكي هاي تحفظونها عاد. ستيت معناها ستاتيم يعني give now يعني الحين، يعني ستيت تشبه كلمة start، انتبهوا يعني give now يعني حالا الحين ابدأ. اي دي يعني add libitium يعني as desired ice dessert or want يعني حسب الحاجة، أوكي يعني حسب إذا شفت حرارتك مرتفعة، إذا حسيت إنك تعبان إنت بتاخد وخذ هذا. البي آي باي بيد يعني بي آي يعني شو؟ بيز إن داي يعني توايس أدي. تي دي معناها تير إن داي يعني ثري تايم أدي. كوايد يعني شو؟ كوارتر ديو سو من ندلز فور تايمز أدي. المهم هذه الأرقام وايد سهلون كنا نحفظهم في الكيمياء اللي يدرسون كيمياء. بي آي هي باي صح؟ تي آي يعني اثنين. تراي شو معنى ثلاثة؟ كوارتر معناها أربعة من الربع، فهمتوا؟ هاي مال الكيمياء بعد تذكرون. Some prescription might have Roman numbers instead of English or Arabic number. For example, number one يعني يقول لي هني إنه في بعض الوصفات في عندهم في أرقام رومانية. على سبيل المثال رقم واحد كان بي written as I or I capital، تعرفون هاي I X X S I كذي، ورقم اثنين ينكتب 2 I، وثلاثة 3 I وهكذا. انزين عنا هني، أيوة تعالوا هني. Interpreting Latin بيني في الامتحان اختصارات مثل هذه، أوكي وبيقول لي مثلا هذه شو يعني شو تعني، عرفتوا كيف بي السؤال في الامتحان؟ أوكي يلا. The following example prescribe written use Latin abbreviation following by the correct interpretation of each prescription. على سبيل المثال يلا RX شو كنا نقول معناها prescription؟ كابيتورال هذا اسم الدواء، 25 mg شو يعني قلنا ملي جرام. I يعني شو يعني واحد، ممكن قالنا شو هني انه ممكن يكون مكتوب بالحروف I معناها واحد. انزين سابلينجوال اس ال معنى سابلينجوال تحت اللسان. ستيت من كلمة ستارت يعني حالا. هاي يعني عالي. بلد برشر بي بي يعني بلد برشر. سو تعالوا هني نحللها. بريسكريبشن كابتو ابريل 25 ملي جرام 1 تابلت مثل ما قلنا. سابلينجوال اس ال. ستيت يعني جيفينج ناو. ستيت يعني ستارت يعني جيفينج ناو. This medication is being administered because the patient طبعا ليش high BP يعني السبب ليش آخر شيء حاطين السبب إنه ليش عاطين. قال this medication prescribed by patient high blood pressure. أوكي ممكن ما فهمت، تعالوا بعيد تقولوا مس شو يعني هالكلام. This medication administered ليش نحن عطينا هاي الدواء، السبب مكتوب آخر جملة، هذا السبب ليش نحن أخذنا هالدواء، هذا السبب هني الوصف، هذا السبب، هذا الوصف وهذا السبب، هني هذا السبب وهذا الوصف. تعالوا نقرأ يلا. XR شو معناها؟ الوصفة البرسكريبشن. أوندا سيترون هذا اسم الدواء، أوكي 4 mg يعني 4 ملي جرام يلا كتبنا. IV معناها شو؟
انترا فينوس يعني عبر الوريد، كوايد كوايد يعني 4 مرات في اليوم، 4 times a day، بي ار ان يعني حسب الحاجه، اف نيدد باي بيشنت، اوكي كاتبينها اف نيدد. ليش بعدين تكتب this medication should be administered if patient have nausea، اوكي ليش قلنا هني this medication should be administered if patient have experienced nausea، اذا حس بالغثيان، لان مكتوب هني PRN حسب الحاجه، اما هني شو مكتوب state يعني حالا لان عنده high pressure، state يعني taking now، this medication being administered اعطيناها اعطيناها للدواء لان شو عندها high blood pressure. تعالوا هني نشوف هذا، يلا سهله، RX يعني البريسكريبشن، ديكسا ميثادوس ميثاسون ديكسا ميثاسون هذا اسم الدواء اول مره اقراه، انزل هذا اسم الدواء، 4 mg يعني 4 ملي جرام، اوكي اي اي يعني 2 بي او يعني باي اورال باي ماوث، بايد 2 يعني 2 تابلت، بايد يعني مرتين في اليوم توايس ا دي. السبب شو عنده؟ كانسر، اوكي كانسر هاي اعراض يعني اعراض الكانسر، اس اكس معناها الاعراض، اوكي تو مانج كانسر ريليتد تو سيمتومز. تعالوا نشوف ان احنا يلا ار اكس بريسكريبشن هذا الدواء، وكتبنا الأربعة ام جي 4 ملي جرام، الاي اي يعني شو 2 تابلت يعني حبتين دواء، باي اورال بتقول بس هني هني كاتب اي يعني هاي حبه وحده، ترى هاي الارقام بيقولنا اياها شو ان كم حبه ناخذ، عرفتوا؟ اما لو كان كم مره في اليوم بيحط لنا كوارتا كوايت بايت، عرفتوا؟ بايت يعني 2 مرتين، 2 هني اي اي يعني 2 تابلت، باي ماوث باي اورال هذه باي ماوث هني باي ماوث، بعدين شو بايت توايس ا دي. This medication is being prescribed to manage cancer related to symptoms. هاي بيكم اختصار، أقصد يعني اختياري، عرفتوا؟ طبعا خلصنا، بس أحس لازم أعيد هذه أول وحدة عشان تستوعبون شوي. يلا مع بعض، RX معناها شو؟ prescription، تمام؟ أو تعالوا نخطط على كل وحدة بلون، بعدين حطينا اسم الدواء، هذا اسم الدواء مكتوب شو هني؟ 25 mg، 25 ملي جرام، مكتوب اهنا شو اي اي يعني حبة وحدة يعني 1 تابلت، شوفوا 1 تابلت، مكتوب بعدين شو شو مكتوب سابلينجوال، اوكي بعدين شو ستيت مكتوب ستيت ستيت يعني give now، اوكي بعدين اقصد this medication being شو يعني give now state يعني give now يعني هذا الدواء انعطى خلاص يعني الحين بينعطى. This medication giving is being administered because ليش؟ لأن البيشنت عنده high blood pressure، حلو سهلة، أوكي بنعيد هذه عنا احنا يلا مع بعض، الأوندستيرون 4 لا أوكي سوري RX RX معناها prescription، يلا RX prescription ضروري مفروض تكونوا حفظتوا شو معنى RX. بعدين بنقول أوندستيرون يعني شو؟ أوندستيرون اسم الدواء، أوكي بعدين قال لي شو 4 mg يعني أرب يا الله بالغلط 4 mg يعني 4 ملي جرام، بعدين شو كاتب intravenous IV هذه intravenous، بعدين حط لي شو كوايد يعني شو 4 times a day، بعدين حط لي PRN حسب الحاجة if needed، هني PRN if needed by patient إذا احتاجها، بعدين بكتب this medication هذا الدواء أعطيه if patient experience nausea، أعطي هذا الدواء إذا المريض حس إنه عنده شو غثيان. مع بعض هني نكمل RX prescription، أوكي المفروض حسبت حفظت يعني RX، بعدين اسم الدواء، بعدين
4 mg شو يعني؟ 4 ملي جرامز. بعدين شو قال؟ II شو يعني؟ 2 tablets. PO شو معنى PO؟ by oral by mouth صح؟ بعدين كاتب لي شو؟ II قلنا هاي شو معناها؟ 2 tablets. PO II يعني حبتين، يعني هالدواء أخذ منه اثنين حبتين. PO by oral. بعدين كم مرة في اليوم؟ كاتب لي بايت. بايت شو يعني؟ أو خلني أحطها بلون ثاني أحسن، أصفر مثلا. بايت شو يعني؟ twice a day. بعدين يقول لي هني شو؟ cancer SX شو معنى؟ يعني أعراض السرطان. هذا الدواء انعطى ليش؟ لأن عندي أعراض سرطان. this medication prescribed. هذا الدواء this medication prescribed. ليش نحن وصفنا هذا الدواء؟ to manage cancer related symptoms، عشان نعالج cancer related symptoms. اوكي، نعالج او الاعراض اللي related to شو؟ cancer، يعني اعراض مالت الكانسر. وهكذا، وباقي لنا هذا الدرس اتوقع وبس وخلصنا.